الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقتنا اليوم، وفي هذه الحلقة التي سنشرح بها برنامج رائع جدا يمكنك من معرفة المتصلين معك على نفس الواي فاي من خلال هاتفك الأندرويد. فهذا البرنامج هو فينج. هذا البرنامج تجدون رابطه أسفل الفيديو، يمكنكم تحميله من الوصف أسفل الفيديو. ندخل البرنامج. استعمال البرنامج سهل جدا، ما عليكم الا الضغط على هذا الاختيار فوق علامة الريفرش، الضغط عليها وسيظهر الأجهزة المتصلة بنفس الواي فاي. الآن قد أظهر هاتفي، هو الأول ماي فون، أما الثاني والثالث هو هذه هي المودم الراوتر الخاصة بالواي فاي. فلا يوجد الآن إلا هاتفي الذي هو موصول بالواي فاي. الآن سأوصل هاتف ثاني بالواي فاي، هو هاتف سامسونج جراند، سأجرب الآن أن أعمل ريفرش، وهو قد ظهر هاتف سامسونج الذي قد وصلته بالواي فاي. وإن كان أحد يأخذ واي فاي يأخذ من واي فاي منكم من دون معرفتكم، يمكنكم كشفه عبر هذا البرنامج. وهذا هو الهاتف الذي وصلته الآن، يمكنكم معرفة المتصلين بالواي فاي. هذه حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا الضغط على لايك إن أفادتكم أو أعجبتكم الفكرة، ولا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.